يو ساموكم الخوت، ربعة ونص ديال الليل، حنا خارجين بس هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني دار السلام وجنة المأوى ومنزل ثلة الإيمان والقرآن فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرمان غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد وقصورها من خالص العقيان سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان أكرم بجنات النعيم وأهلها إخوان صدق أيام إخواني جيران رب العالمين وحزبه أكرم بهم في صفوة الجنة واحد القافلة ديال المساعدة وصلنا لواحد البلاصة حنا غاديين شوف الصوت ديال الله كيطيح Thank you.
I'm gonna